السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يلتقي الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي محمد الأغلف ويصف اللقاء بالإيجابي. كتلة الوفاق الوطني تدعو للدفع بعجلة الحوار إلى الأمام من أجل تجاوز ما سمتها المخاطر المحتقة بموريتانيا. النقابة الوطنية للصحة تنظم مؤتمرها الأول بنواكشوط، والأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة يصف سياق انعقاد المؤتمر بالصعب. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. التقى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي محمد الأغلف صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط. ووفق مصدر من داخل المنتدى، فإن اللقاء الذي استمر 3 ساعات اتسم بالجدية والإيجابية، وإن المنتدى طرح نقطة واحدة تتعلق بالرد المكتوب على الممهدات، وهو ما أبدى الطرف الآخر استعدادا مبدئيا له. هذا وكانت 3 أحزاب سياسية هي تكتل القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي إناد وحزب طلائع قوى التغيير قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن لقاء بعض أعضاء المنتدى بالوزير الأمين العام للرئاسة لا يمثل موقف المنتدى، على اعتبار أن الموقف داخل المنتدى يؤخذ بالإجماع. وأكدت الأحزاب في بيان صادر عنها تمسكها بالحوار الجاد لإخراج البلاد مما قالت إنها أزمات تعاني منها، كما أكدت تمسكها بموقف المنتدى المبني على الإجماع. من ناحية أخرى، دعت كتلة الوفاق الوطني المكونة من 3 أحزاب سياسية إلى الدفع بعجلة الحوار والوفاق الوطني إلى الأمام من أجل ترسيخ مزيد من الوحدة والانسجام والعمل على تفادي المخاطر المحدقة بالبلاد. وقالت الأحزاب المشكلة من حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام بقيادة يوسف والحرمة، وحزب المستقبل جناح محمد والبربص، وحزب الجيل الجديد بقيادة سيد محمد والمحمد، قالت إنها تدعو لبناء تفاهم وطني شامل يتأسس على المشتركات الوطنية من أجل بناء وفاق وطني شامل. التأمت أحزابنا الثلاثة في مسعى منها للدفع بكل جهد وطني يسعى لجمع كل أطراف مشهدنا السياسي على مائدة حوار واحدة، وبحثا عن المشتركات الوطنية لنخلق منها جميعا قاعدة صلبة ومرجعا واضحا لتحديد المصالح العليا للوطن والمجتمع، حتى لا يختلف عليهما اثنان ولا يتخلف عن التشبث بهما والدفاع عنهما أي أحد. وكم كان أسفنا كبيرا جراء تخلف بعض مكونات طيفنا السياسي عن الجلسات التمهيدية للحوار الوطني الشامل، رغم خلو تلك الجلسات من أي شرط مسبق، ورغم انفتاح المشاركين فيها على كل الآراء والإسهامات والمقترحات التي يمكن أن تصدر عن أي مشارك مهما كان. ومع ذلك فقد ارتحنا كثيرا لتأجيل موعد الانطلاق الرسمي للحوار بسبب رغبتنا الصادقة في أن يشارك. الرئيس الدوري الجديد للكتلة محمد البربص قال إنه يتمنى أن تشارك مختلف الأطراف في الحوار السياسي المرتقب من أجل تجاوز التحديات الماثلة. أتمنى على أن هذه تعود فرصة بعلنا ننطلق إلى ما يصبو إليه الشعب الموريتاني كله في ذي الآونة اللي ذهية، وكيف قالوا زملائي اللي هو حوار جاد قادي وخضنا من هذه الأزمات، والله هذه الأزمة اللي احنا فيها. أشكر بداية سيد الرئيس المتهية صلاحيات مأموريته عفوا على ذاك اللي قدم للكتلة، وعلى مولي حقيقة الصيت اللي نعطالها في مأموريته، وذيك الخطابات اللي كانت منورة واللي مكنت الشعب الموريتاني والطيف السياسي الموريتاني فهم أولا لماذا الكتلة وش الدور الكتلة.
انطلق بالعاصمة نواكشوط المؤتمر العادي الأول للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية. وقال الأمين العام للكونفدرالية محمد أحمد للسالك إن المؤتمر ينعقد في ظرفية صعبة تتميز بتواصل غلاء الأسعار وتدني الاهتمام بالعمل الصحي، داعيا المؤتمرين إلى التفكير في الخروج باستراتيجية تمكن من الرقي بالقطاع الصحي في البلد. هذا المؤتمر الذي ينعقد في ظرفية وطنية وقطاعية بالغة التعقيد تتميز على المستوى الوطني بتواصل الارتفاع المذهل للأسعار، خاصة أسعار المواد الأكثر ضرورية واستهلاكا، وفي وقت تعرف فيه الرواتب جمودا مميتا، كما تتمتع الشركات بتعاطي ودعم من مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين في مختلف القطاعات بتعاطف ودعم من مختلف الجهات الحكومية على حساب العمال بامتيازات كثيرة، مما يجعل العامل والموظف في وضعية تتدنى حينا بعد حين. وعلى مستوى التمثيلية النقابية التي يعد تنظيمها ضروريا لتنظيم أي حق للنقابيين حتى يعرف من يمثل من، لا تزال الحكومة تتلكأ في ذلك، مما يجعل الساحة تشهد تشرذما نقابيا كبيرا. مع المستوى القطاعي يتميز المستوى القطاعي بتدني الاهتمام بالعمل الصحي أو ما يعرف بتدني نسبة التنقيب. من ناحية أخرى، دعت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحة الأمينة بنت أحمد إلى التعاون بين القطاعات العاملة في قطاع الصحة والعمل على التحسين من بيئة العمل. وقالت بنت أحمد في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر إن النقابة تمكنت من تحقيق انتشار واسع منذ تأسيسها عام 2009. ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار معاً من أجل قطاع صحي فعال، في إشارة إلى ضرورة التعاون بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الصحة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، وهو أمر يتوقف قبل كل شيء على احترام العمال في القطاع والرفع من ظروفهم المادية والمعنوية والتحسين من بيئة العمل التي يؤدون فيها مهمتهم النبيلة، التي لا يتصور مجتمع سليم يتمتع بالعافية والسلم الاجتماعي والرفاهية والازدهار إلا بحصولها على أتم وجه. أيها السادة والسيدات، لقد تمكنت النقابة في الفترة الماضية بعون الله تعالى ثم بجهود مناضليها من تحقيق انتشار واسع، وهو الأمر الذي يعكسه الحضور الفعلي لهذا الحجم من المؤتمرين. ولا يفوتني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشيد بجهود كل الذين ساهموا في إيصال تحضيرات المؤتمر إلى طريق النجاح. تجول الوزير الأول يحيى والحدمين في أروقة معرض للوثائق الوطنية تنظمه إدارة الوثائق والأرشيف بالمتحف الوطني، ويضم المعرض صوراً لبعض القيادات الدينية والثقافية والرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد، وكذا رؤساء البرلمان الموريتاني منذ عهد التأسيس وحتى اليوم، إضافة إلى عملات ترجع للعهد المرابط. نتابع. نظمت إدارة الوثائق والأرشيف الوطني معرضاً للوثائق والصور تحت عنوان الوثائق الوطنية ذاكرة شعب ومسار أمة. وقالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة في كلمة بالمناسبة إن هذا المعرض المنظم في إطار الاحتفالات المخلدة للاستقلال الوطني يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة الأمانة العامة للحكومة في النهوض بالوثائق الوطنية باعتبارها مرفقاً حيوياً بالغ الأهمية تناط به حماية وحفظ الذاكرة الإدارية للأمة. وتقول إدارة الوثائق إن هذا المعرض سيكون جاهزاً مستقبلاً للمشاركة في مناسبات مختلفة، من بينها معرض في الجامعة وآخر سيقام في وادان ضمن فعاليات مهرجان المدن القديمة. وتعرض الصور والوثائق المعروضة لفرجة الجمهور قروناً متتالية من حقب التاريخ الوطني بشخصياتها وأعلامها، وتكشف في نفس الوقت جوانب من الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لم تكن متاحة للجمهور من قبل. صور الوثائق تتضمن صوراً لعملات ومسكوكات قديمة ترجع للعهد المرابطي مروراً بطوابع البريد خلال الحقبة الاستعمارية. ومن بين الوثائق المعروضة فتوى فقهية للفقيه أحمد بابا التنبكتي، وهي الفتوى التي سجلت تاريخياً أهم موقف فقهي معترض على الرق قبل 4 قرون، وشكلت أهم مستند لمرجحي تحرير الأرقاء خلال القرون الأخيرة. ومن بين الصور المعروضة صور للقيادات الاجتماعية مثل بعض الأمراء ورؤساء القبائل والمناطق خلال الحقبة الاستعمارية، وكذا العلماء والوجهاء وقادة الطرق الصوفية، فضلاً عن شخصيات من نواب البرلمان خلال حقبة الاستقلال والرؤساء السابقين ووزراء الحكومات
ما بين 1957 و 2015. احتج العشرات من الحقوقيين والنشطاء في تظاهرة نظمت بالعاصمة نواكشوط على تواصل اعتقال السجين الموريتاني محمد دول الصلاحي في سجن غوانتنامو سيء الصيت، وطالب المحتجون السلطات بضرورة التحرك للتواصل مع السلطات الأمريكية من أجل إطلاق سراح محمد دول الصلاحي الذي يستمر اعتقاله بعد أن سلمته السلطات الموريتانية للمخابرات الأمريكية قبل 14 عاما. المزيد من التفاصيل متابعه في سياق التقرير التالي. إلى شوارع نواكشوط عادت أصواتهم تطالب بإطلاق سراح ويل الصلاحي السجين الموريتاني الذي توالت السنون عليه والفصول وهو خلف قضبان غوانتنامو سيء الصيت. صورة الصلاحي والشعارات المؤكدة على ضرورة إطلاق سراحه تسيدت المشهد في تظاهرة جابت شوارع العاصمة نواكشوط نادت بضرورة حراك السلطات الموريتانية في سبيل عودة الرجل. هذا الشخص الموريتاني اللي مغيب في غياهب غوانتنامو سيء السمعة، جينا اليوم نقول ونطالب الحكومة الموريتانية عنها تتحمل مسؤوليتها اتجاه محمد المهندس محمد دول الصلاحي. والله إلا عار وعيب على عن حكومات الطالب بمعتقلها في هذا السجن سيء السمعة. هبة اجتمعت فيها الوجوه الحقوقية والسياسية ومواطنين آلمهم اعتقال ويل الصلاحي فجاءوا لمؤازرة وشد عضد أهله في محنة لا يبدو أن ليلها سيتبدد قريبا. طالبين إطلاق سراح ويل الصلاحي اللي يالت الدولة ويالت الشعب الموريتاني كامل يوقف معاه، كان يعطينا مولانا ينطلص يرجعنا هذا الابن البار. استبشار المتظاهرين بعودة ويل عبد العزيز المعتقل السابق في غوانتنامو بعث الأمال لديهم بعودة الصلاحي، وهو أمر يريدون الإسراع به من خلال الاتصالات الحكومية والحراك الدبلوماسي والخرجات الشعبية لتؤكد جميعها أن حانت عودة الصلاحي من غياهب جب غوانتنامو. نظم ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم دورة تكوين حول تبادل الخبرات في مجال التعليم، ويشارك في هذا التكوين ممثلون عن 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وإلى جانب التعليم تبحث دورات التكوين كذلك بعض الجوانب المتعلقة بالمجتمع المدني والعوائق التي تعترض سبيل قيامه بمهامه على الوجه المطلوب. هنالك كثير من الأطفال ينتظرون منا أن نوجه أن نناصر قضاياهم من أجل التعليم، من أجل أن الحكومات على المستوى الوطني تقوم بما يجب اتجاه هذه الشرائح، ونرجو أن تستفيدوا من هذه التكوينات. وبالتالي أؤكد في الأخير أن هذا يدخل التكوين يدخل ضمن البرنامج الذي تقوم بتنفيذه الائتلاف الموريتاني لمنظمات التعليم بدعم من الشبكة الإفريقية لحملة التعليم للجميع. وبهذه المناسبة أشكركم وأهنئكم على الاستفادة من هذا، وأرجو أن تكلل أعمالكم. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. يلتقي الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي محمد الأغلف ويصف اللقاء بالإيجابي. كتلة الوفاق الوطني تدعو للدفع بعجلة الحوار إلى الأمام من أجل تجاوز ما سمتها المخاطر المحدقة بموريتانيا. النقابة الوطنية للصحة تنظم مؤتمرها الأول بنواكشوط، والأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغلة يصف سياق انعقاد المؤتمر بالصعب. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة.
السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع موقف حزب تكثر القوى الديمقراطية من لقاء المنتدى الأمين العام للرئاسة. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.